السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير. البنات كي راكم دايرين؟ إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نسلم عليكم كاملين. قبل ما نبداو اليوم عندي طلب من طلب الأخوات، شريت قلت عندها ماشينة كيما هذه، وقلت بغيت نتعلم عليها لخاطرش قالت ساعديني ما عرفتش كيفاش نبدا، ولكن على اليوم نوري لها من الاول كاع كيما نبداو. كيما قلت نديرو الخيط، نعمرو الخيط، ان شاء الله تكون تعمر الخيط. الخيط بون تجيبو من وراء الماشينه وتعمرو، راه كاين المكان الامكنه تاوعو، ان شاء الله تكون عندها كتاب وتعمرو كيما راه. وشفتي وهذا لاطانسيون ولا العيار الفوقاني، ديروه في النص، يعني كان غير زائد ناقص هو ديروه في الوسط. كاين واحد المثلث احمر، ديروه في ذاك المثلث الاحمر، يجيب قبلها هكذا، هي فوالا هذا في الوسط، ديروه في الوسط. وهادو الكرونات هادو ما تقلبيهمش في هذا الوقت، هادو خليهم كيما هكا، هذا خليه كيما راه، كل شيء خليه كيما راه، غير ديريها مثلا في الخمسه ولا في السته. من جيت تبداي في الخمسه ولا في السته ولا حتى الربعه، معليش، المهم بعد زيدي غير بشويه. نديروها اليوم، نديروها في ثلاثه ومن بعد نزيدو العيار. هلا هكذا نبداو نجيب العيون، نخرجهم كيما هكا هكذا، ندير وحده على وحده هكذا، نجيب الخيط. هذو هما الاول خطوه، كاين الخطوات، كاين بزاف الخطوات، ولكن انا نبدا لك بالسهله. ندورو هكا على شفتي، ندورو هكا الخيط على الكروشيات هكذا، ما تزيريش بزاف، يعني ما تخليش مزير، ما تخليه مرخوف هكذا. ما هو مزير بزاف، ما هو مرخوف بزاف، خمسة وستين العيون يطيحوا لك من بعد هكذا. ساهلين هكا كيما راني درت. نجيبو تقالة، قالت، ومن بعد نجيبو العيون اللي بقاو هكذا، هادو العيون اللي بقاو نكملو مع خواتهم. ندخلو الخيط في البلاصه هنا ندخلو هنا ونبلعو ليه هذه، نفوتوه من هنا ونبلعو ليه هذه، ندخلو هنا هكا ونبلعو ليه ونفوتوه بالسياس. تبدي نديرو في فستور ولا، ومن بعد نولو نزيدو بالعيار، نزيدو نديرو خمسة، نزيدو ستة، كيما بغيتي حتى لسبعة ثمانية، كاين حتى لعشرة، سطور. كاين اللي يديرها كيما هاك البداية كيما هكا، بعد هذا العيون نديرها هنايا، نديرو 10 سطور، 10 سطور ولا نديرو حتى 20 من 10. ومن بعد نوريك كيفاش ندير، زيد مثلا حتى 8 وهنايا مثلا انا درت 10 سطور، راني درت 10 سطور. هكذا، ومن بعد نقلعو هكذا. هذا هو الخطوه الاولى، يعني ها هو الخطوه الاولى. شوفي راهي ديجا خدمت، راهي مثلا راهي مليحه هنايا، هذه الخطوه الاولى. يعني كاين اللي يدير كيما هاك باش يدير غرزه تاع كم ولا تحت متريكو، يعني كاين بزاف الطريقات، يعني الطرق ولا الطرق هكذا.
كاين يدير كيما هاك، كاين يدير كاينه، وكاينه يدير وحده على وحده، كاين يدير وحده على وحده، ومن بعد مني الاخر يدير يطلع ذوك العيون اللي بقاو ويدير عليهم هذو اللي راني ندير فيهم انا هكا. هذو غير بغيت نوري لك كيفاش برك هنا البدايه برك. بعد نديرو التقالة تاعنا، نزيدو عيون نخرجوهم هكذا بليدا، البدايه تاع التريكو يعني الكم ولا التحت، هو البدايه هذه هي. درك نقلع ونوريه لك كيفاش. ولا بغيتي ديري مثلا الكارطه، مهم اليوم درنا المرحله الاولى ولا الطريقه الاولى باش تبي البدايه هذه هي. البدايه هذه هي ما تفوتش منا، ولكن كاين الناس اللي يديروهم هكذا، يخدموهم هكذا غير باش يصنعوا هذا المكان هذا. هكذا هذا هو تريكو من الجهه مثلا الكم ولا تحت، كي يبدا هذا البدايه هكا سهله بزاف، يعني ما كاش فيها صعوبات ولا لا هكذا. وتبقاي تخدمي ديري، المهم بعطي على العيار، تطلعي العيار على 10 ولا على 9 ولا اللي بغيتي ديري كيما درت. ولا بغيتي حتى مثلا في البدايه ديري 5 ولا 6 ومن بعد رجعي حتى 10 معليش، المهم هذه هي الطريقه. ومن بعد ان شاء الله من ديري هذه الطريقه نزيد لك الطريقه واحده اخرى، كاين بزاف الطرق يعني بزاف ماشي غير واحده. هاتي هذا نديرو نقلعو هكا، ومين تبغي تقلعي الخدمة تاعك قلعي الخيط منها، قلعي الخيط منها خرجيه وديريه هنا على جنب، وفوتي خطرة هنا هكذا فوتي خطرة ينقلعولك كل ينقلع كلش. هذه هي التريكو، البداية تاع التريكو ولا البداية تاعكم على الماكينه برودر يعني هكا هكذا شفتوا. وكاين طريقه واحده اخرى سهله ثاني، هكذا ديري هكذا ثاني هكا، دخلي هكذا وتفوتي هكذا، فوتي هكذا. هذه ثاني يعني سهلة، يعني سهلة، ولكن الأولى أحسن لخاطرش الأولى تبقى مخدومة. شتي هذه تبقى هكذا، وزيدي ثاني هكذا ترجعي العيون. هذه الطريقة الزوجة تاع البداية اللي درنا 6، ومن بعد ابداي بعد نبداو نديرو طلعو العيار. هذه هي نديرو على 10، نديرو سطر من بعد نرجعو على 9 كما كنا، ومن بعد نرجعو 20 ولا 30
هكذا، ومن بعد ثاني ترجعي كيما قلت لك يعني هكذا، وديريهم كيما هكا كيما هكا طبقي. وهذا دخلي يعني كل وحده دخلي فيها واحد ولا واحد زوج، المهم توصلي حتى لهنا هكذا طبقيه ترجعي حتى لهنا. ولا هذه سهله. ولا تبغي تخدمي مثلا جيرزي تريكو غير تاع جيرزي هكذا، وعلى التالي تجريه يبقى لك كيما الحافه من تحت هكذا. تبغي تصنعيه بكروشي مين تكمليه، تبغي زعما تصنعي سهل ما تضليش تخفي تقلي على روحك، ديري خليه كيما راه، ومن بعد في التالي زوقيه بالكروشي بالتحت. هذه هي سهله بزاف. هذه هي سهله بزاف بزاف. وهذا هذا الكارطه هذه مره اخرى ان شاء الله من تكملي من نكملوا على هذا المرحله، يعني من تكملي على هذه المرحله وتبداي تولي الماشينه تخدم لك، نديروا على الكارطه وندير لك على وندير لك الجاكار وندير لك اي حاجه تبغيها نديروه عليها ان شاء الله. كيما قلت لك هادو معليش تخليهم طالعين ولا مهودين معليش، المهم هما يجروا يفوتوا غير الخيط. شفتوا هذه جيرزي وكاين غرزات وحده اخرين يعني تبغي تخدمي عليها لي كوت، ثاني تقدري تخدمي عليها لي كوت. لي كوت طلقي وحده كيما هاك طلقيها، من بعد تريكو تخدميها بالكروشي مع يدك. طلقي وحده مثلا حتى لهنا تخدميها، ومن بعد تخدمي ثلاثه على ثلاثه ولا زوج على زوج ولا المهم، حتى المره الجايه ان شاء الله نوري لك كيفاش تخدمي لي كوط على هذا الماشين. كيما هكا طلعي شوفي تخدمي تحليه تله تحلي وحده تله هنا هكذا، ومن بعد تخدميها بالكروشي. سهله شفتي. جراني هذا وحدي مركيت هكذا نديرو هكذا، يعني انا نوري غير شويه هكا نديرو هكا نخدمو هذو هما لي كوت على هذه الماشينه هذه. سهلين بزاف، المهم غير هذا الكروشي شويه راه مصد هكذا. الطريقه هذه هي المهم سهله. هذو لي كوت على هذه الا كان بغيتي تخدميهم باليد، ولا تبغي تخدميهم بالماشينه تخليهم بالماشينه، فاني نوري لك طريقه يعني سهله هكذا. سهله بزاف، المهم مي شويه الى قلها شويه وقت هكذا. هكذا نخدموهم ونطلقوا فين وحده اخرى ونخدموها ونطلقوا فين وحده اخرى ونخدموها حتى الفوق. هذه ان شاء الله يكون الشرح واضح. هذه هي المهم، هذه خدمتها غير بالجري، ولكن مره اخرى ان شاء الله نعاودوها ونديروها في الوسط مليح هذه سهله بزاف ويعني ماشي صعبه بزاف. المهم الواحد يبدا هو هذه هي البدايه تاع
تاع الماشينه هذه. بدا كيما هكا الطريقه، وهذا هما زوج طرق، عطيتك زوج طرق تاع البدايه، وخطره اخرى ان شاء الله نديرو بالكارطه، ولا نديرو الجاكار، ولا نوري لك حاجه واحده اخرى على هذه الماشينه هذه. فوالا هذه هي، هاي في هذا الوقت ما تبغي تخدمي جيرزي، ولا تخدمي ليكوت، ولا تخدمي اي حاجه كيما هاك، ولا تخدمي باليد، ولا هذوما كان علاه تقلبيهم هذوك، هذا البطونات، هذا البطونات ما كان علاه تقلبيهم، هذو يخدموا غير بالكارطة، ولا يخدموا بلا كارطة، المهم كاين بلا كارطة، ولكن ماشي هذه هي الطريقة تاعهم. الطريقة تكون دايره الكارطة هنايا هذه، وتكون طريقة واحدة أخرى، يعني ماشي هذه هي الطريقة اللي درناها أنا وياك، هذه طريقة سهلة وطريقة تاع اليد، ماشي تاع اليد، طريقة كيما نقولو سامبل. فوالا هذه هي اليوم درنا الجيرزي، ودرنا هذو، درنا الأخرى تاع الكم، درنا زوج طرق، إن شاء الله تكون في الاستماع، وان شاء الله من بعد نقول لك بلي راني درت لك، نقول لك على النهار في الكومونتير، نقول لك بلي راني درت لك البدايه تاع الماشينه، ونقول لكم كاين تساؤلات، كاين وحده اخت من الاخوات المشتركات شرات ماشينه الكترونيك تاع باساب، ولكن الكترونيك، قلتك ما عرفتش كيفاش نمشيها اختي في الله، انا في هذا الوقت ما عنديش الماشينه الكترونيك، ما عنديش في هذه الساعه باش نوري لك، ما عنديش حتى المره اخرى ان شاء الله، الا كان شريت ماشينه الكترونيك راني نوري لك كيما تمشي، ولكن هذه الساعه ما عنديش، ولا كان بالك نصيب شي كاش اخوات ولا اخوه عندهم الماشينه الكترونيك نسقسيهم ونشوفهم الا يقدروا يرسلوا لك فيديوهات ولا. وشكون والحبيبة تاعي خديجة قالت بلي الهدية تاعها وصلتها، راني فرحانة بزاف من الهدية تاعك وصلتك، والله كيما قلتي فرحت انا اللي في مكانك، وشكرا بزاف، وان شاء الله كيما انتي فرحتي فاني انا فرحت، ونشكركم بزاف البنات. وكاين اخت من الاخوات قالت انا ما عنديش الماشينه تاع الطرز، ولكن نبغي نسمع صوتك، دخلت ودرت لك الكومونتير باش نسمع صوتك، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى كيما قلتي يجازيك خير، والدعاء لكم، الدعاء معايا ان شاء الله لكم بمثله واكثر. شكرا بزاف الاخوات، انا راني معاكم وانتم معايا، والله راني فرحانه معاكم، يعني والفتكم والفتوني، الله يعطيكم الصحه، والله يخليكم ليا ان شاء الله يا رب العالمين، وشكرا بزاف بزاف، ورب سبحانه وتعالى يجازيكم عليا يا رب العالمين. وبزاف التساؤلات على الخاص، بزاف التساؤلات على الخاص، ولكن كل وحده ان شاء الله ندير لها التساؤل تاعها، وندير لها كل وحده ندير لها الحاجه اللي هي بغاتها. وكما قلت وحده سقساتني على الماشينه، قالت وين هي الماشينه اللي بغات تشري ماشينه، ولكن قالت بغيت نشري، شفتني نخدم على هذيك الغوز، هذيك اللي المره اللي فاتت درت عليها، قالت وين هي اللي مليحه، ولا الخضراء، ولا هذيك. انا نقول لها الا بغيتي تشري الماشينه شري، التساؤلات يتعاودوا، وين هي الماشينه المفضله. الماشينه كما قلت لكم انا ما عنديش ماشينه مفضله، ولكن كاين الماشينات اللي يديروا حوايج اللي ما يديروهمش واحد اخرين. الا بغيتي تشري من احسن شري الماكينه الخضراء، الباساب الخضراء اللي فيها الضواغط، اللي فيها الضواغط، هذوك اللي فيها الضواغط تقدر دير لك بزاف الغرز سهلين، ودير لك الغرز شابين وتعلمي عليها مليح، ولكن هذيك الغوز هذيك اللي ولا الورديه ولا شيء، دير الغرز ولكن ماشي كيما الخضراء، هذه دير الغرز ولكن بالكوارط، هذه دير الجاكار بسهوله، دير كلشي بسهوله، ولكن ماشي كيما الباساب، كل وحده عندها الخصوصيات تاعها، يعني كل وحده وتخدم خدمتها، يعني هذو كيما البني ادم، كل واحد ويعرف يدير حاجه. هذو هما البنات، سلم عليكم كاملين، وشكرا بزاف، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتهلاو في روحكم بزاف،
ونسلم عليكم كاملين ونقول لكم ابيانتو ان شاء الله في فيديوهات اخر.